السلام عليكم عشاق شركة هواوي أو أونر. لدينا هنا هاتف جديد من أونر، هاتف ممتاز جدا، أونر 70، كشف مواعيد الإطلاق والتصميم الخلفي المميز رسميا، إعلان تسويقي رسمي يكشف تفاصيل رائعة حول هواتف سلسلة أونر 70. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى على أنني قد اقتربت من 50,000 المرجو منك، فضلا وليس أمرا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار توت أو آل أو الكل، وشكرا لك. أعلنت شركة أونر اليوم عن استعدادها لعقد مؤتمرا صحفيا في 30 مايو لإطلاق سلسلة أونر 70 الجديدة. لقد حظيت سلسلة هواتف أونر الرقمية باهتمام كبير، خاصة بعد انفصالها رسميا عن الشركة الأم هواوي، وأصبحت من أهم منتجات الشركة نظرا لتصميمها المميز، ولكن بيني وبينكم على قضية جوجل أو يدعم جوجل وخدمات جوجل وجوجل بلاي إلى آخره، فبهذا الشيء أصبح مميز، ويعني نشم فيه رائحة الهواوي، ولما لا فهو بكامله من الشركة الأم الهواوي، فهذا هو الشيء المميز. بالنسبة للتصميم الخلفي لسلسلة أونر 70، اليوم نشرت الشركة إعلان تشويقي جديد يظهر فيها التصميم الخلفي للهاتف والغطاء الخلفي المصنوع من الزجاج المضلع، بالإضافة إلى تخطيط الكاميرا البيضاوي والشكل الفريد من نوعه. وفقا للمدير التنفيذي زاومينغ، ستتميز سلسلة أونر 70 بتصميم رائع وإمكانيات التصوير المذهلة والأداء العام. ستحصل السلسلة على كاميرا رئيسية، الكاميرا الرئيسية لسلسلة أونر 70 ستأتي بدقة 54 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 إلى جانب مستشعر سوني IMX800، وكلاهما يتمتع بمستوى عالي جدا سواء الكاميرا الرئيسية أو الثانوية. بحسب التسريبات السابقة ستعمل سلسلة أونر 70 بمعالج سناب دراجون 7 جين 1، وهو معالج جديد من شركة كوالكوم، وستأتي الهواتف بشاشة أوليد بحجم 6.67 إنش أو 6.6 إنش، وستحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4800 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط. صراحة كلها مواصفات رائعة جدا. ما رأيك في هواتف أونر، وخصوصا لأنها من يعني تابعة لشركة هواوي، ونحن نشتاق كثيرا لشركة هواوي؟ إذا شاركني أراك عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.